سيدات شوبينغ هي هو برنامج طبق الاصل هذاك اللي كنعرفوا لي غير دي شوبينغ اللي معروف عالميا اللي هو برنامج اللي شفناه بزاف الاذاعات وبزاف ديال الدول بلوتو يعني كان هو على باز تورك ومن بعد شفناه في البرتغال في المانيا فرنسا وحنا فرحانين اللي قدرنا نجيبوا هذه النسخه هذه المغربيه نسخه مغربيه 100% لان غادي غنجيبوا مغربيات وغادي يشاركوا مغربيات وان شاء الله حتى في رمضان غادي نشوفوا البلدي وما غاديش نشوفوا يعني المودرن نشوفوا البلدي وهو برنامج اللي ما كيعرفش لي غندير شوبينغ ولا ما تعرفش ني سيدات شوبينغ هو برنامج اللي ترفيهي بعدا ومن نفس الوقت ديال الموضه وفي نفس الوقت بحال تيلي رياليتي كنمشيو ندخلوا عند كل مشاركه نشوفوا البلاكار ديالها الدريسينغ ديالها شنو هما الحويجات اللي كتبغي شنو هما لي اكسسوار اللي كتستعمل اكسيتيرا ومن بعد كنعطيهم حنا واحد الموضوع اللي هو مثلا خاصك تكوني لابسه كلك بالبيض مثلا دونك خاصها تحترم الموضوع وتمشي تقلب على شي لبسه كلها باللون الابيض لا من لي اكسسوار ماشي ولا بد ولكن المهم خاصها عندها وقت وجيز وعندها ان بودجي خاصها تحترمه وبيان سور خاصها دير هاد لو طون والارجون في البودجي في اللبسه اللي غادي هذا واللبسه ولا لو لوك اللي غيكون بلوس على مود و بلوس ستيلي هي اللي كتربح سيدات شوبينغ وكتربح 10,000 درهم